أصله هو نشأ يقال 2009 عن طريق مجموعة يقال لهم ساتوشي ناكاماتو، ويقال أن هذا اسم شخص ويقال أنه اسم مجموعة، لكن يعني بالعقل والمنطق لا يظن أن شخص واحد أو مجموعة بسيطة تقوم بإنشاء عملة البيتكوين مع تقنية البلوكتشين، لأن تقنية البلوكتشين ما أنشأت إلا لخدمة عملة البيتكوين. يقال أنه شخص واحد ويقال أنه مجموعة، لكن من خلال الدراسة والبحث والاطلاع يظهر أن خلف العملة أو البيتكوين اقتصاد ضخم جدا، ومجموعات من الاقتصاديين والفنيين وأهل التكنولوجيا بإنشاء هذه العملة اللي هي البيتكوين، وكذلك تقنية البلوكتشين. جت فكرة مبتكرة ان احنا نسوي عملة افتراضية الكترونية لا تتبع سيادة الدولة، لا تتبع اقتصاد مجموعة، لا تتبع اقتصاد وطني، وتعتبر كأنها نظام مستقل. هي ايجابية من ناحية انها هي غير مرتبطة بدول، سواء أدائها الاقتصادي ارتفع او انخفض، ولكن ايضا احنا عرضة لمن يتحكم بهذه الشبكة، وقد يكون فرد وقد يكون مجموعة أشخاص. فأنت عوضت السيطرة من دولة إلى مجموعة غير معرفة قد تكون. ورقة علمية نشرها شخص إلى الآن يعني غير معروف كهوية، لكن معروف كاسم، اسمه ساتوشي ناكاموتو. قد يكون شخص، قد يكون مجموعة من الأشخاص. قام بنشر ورقة علمية، ثم قام بعمل برمجة خوارزمية معينة، وتم تجريبها في نقل عملة البيتكوين، اسمها بالبيتكوين، من جهة إلى جهة أخرى. هو اللي اسمها؟ هو اسمها بيتكوين، وكان معتمدة على تقنية معينة، خوارزمية معينة مبنية على تقنية البلوكتشين. هو مجرد اسم مستعار غير معروف، حب أن يكون مجهول الهوية، حتى يعني هو يعني بما كتبه في البحث العلمي هو شرح سبب أنه يكون خفي عن العالم، هو بسبب أن لا يكون هناك شخص مؤسس أو مسيطر لهذه التقنية.